اسعد الله اوقاتكم اخواني النحالين اينما كنتم. اليوم عندنا تجربه راح ننقل النويه هذه من اللانغستروث الى اللينز خلايا اللينز. طبعا هذه هي خلايا اللينز مثل ما تلاحظون معانا. هذه الخلايا صغيرة هي تتسع طبعا نظام لينز من 20 إلى 24 تقريبا برواز، لكن هذه بس أنا مسوينها على أساس سيستم إلى 8 براويز. هذا فريم خالي تونا مسوينه، تونا عاملينه مجهزينه طبعا تمام. وهذه الخلية من الداخل طبعا. وزن ثقيل صراحة، وزنها ثقيل لأن الخشب سميك، خشب سميك جدا تمام. طبعا الخلية فيها فتحتين صروح، فتحة هذا الطرف وفتحة الطرف الثاني تمام. فتحة الطرف هذا، ومن الداخل طبعا فيها قاسم بهذه الطريقة، قاسم بهذه الطريقة بحيث انك تقدر تحط اربع براويز هذا الطرف وفاصل، وبعدين اربع براويز هذا الطرف تقدر تستخدمها كخلية كنوية تلقيح. والحين بنروح طبعا النحل هايج لان الاجواء غائمة اليوم، فبنروح معاكم ونشوف ان شاء الله كيف الطريقة، تابعونا. طبعا الصندوق صغير، القاعدة الحديد كبيرة، والصندوق هذاك لينز صغير. راح نزيح هذه الخلية، هذه النوية راح نزيحها هذا الطرف معاكم، وراح نخلي هذه البليوته بهذه الطريقة تمام. وبنحط هذه بهذه الطريقة تمام. طبعا في مشكلة راح تواجهنا، المشكلة هي عبارة عن اللينز البراويز بهذه الطريقة، بينما اللانغستروث البراويز بهذه الطريقة تمام. ولكن بخبركم كيف الطريقة اللي أنا عادة أتغلب على هذا الأمر. خلوني ألف الناحية الثانية، بقول لكم الطريقة الحين إن شاء الله. بس دقيقة واحدة إن شاء الله، بس أفتح بوابة السروح أسحب هذا. طبعا النحل هايج هيجان. أنا المرة الأخيرة، المرة اللي فاتت البراويز خلصن عندي، ما عندي براويز، فاضطريت ان احط شو اسمه، احط خشب جريد النخل، واستخدم فيه طبعا احط عليها الاساس، اساس النحل، وبنى عليه النحل مثل ما تشوفون معانا في هذه في هذا البرواز، اول برواز طبعا. ما عندي دخان، ما عندي دخان صراحة.
مرحل عامل زيادات. انا ما عندي براويز، استخدمت هذه الخشبة صراحة من جريد النخل، و الامور ماشية يعني، كانت الامور تمام بصراحة. خلوني بس احط هذا، انا عادة احط البراويز بهذه الطريقة الى ان يخرج النحل الصغير، ومن ثم اتخلص من هذه البراويز القديمة. تمام، انا احاول اشتغل على اقل من مهلي لو تلاحظون، لان النحل هايج هايج هيجان غريب جدا. النوية هذه الصغيرة بس 3 براويز، تمام. أنا قاعد أشوف الملكة، هذه الملكة، هذه هي الملكة، تلاحظونها معايا؟ تمام، هذه الملكة راح تنزل بهذه الطريقة مع بروازها. تمام، وبعدين نسحب هذا البرواز على أساس نجبر النحل أنه يبني. نسحب هذا البرواز بهذه الطريقة، نزيحه، وبعدين نحط البرواز الأخير. تمام، هذا البرواز الأخير، هذا البرواز الأخير مثل ما تلاحظون معانا. تمام، راح نحطه بهذه الطريقة على أساس بس فترة زمنية معينة والنحل راح يسحب كل شيء. في عندنا لو تلاحظون في كمية نحل داخل، راح نطلع هذا النحل. ما ادري تلاحظون ولا لا، بس مجموعة نحل راح نفضى الحين ونحطها في الخلية الثانية. تمام، ارجع هذه براويز وهذه طبعا شوية بس وراح يهدى النحل وترجع الأمور إلى مجاريها. تمام، طبعا عملنا في الأعلى 3 فتحات مثل ما تلاحظون معايا هني للتهوية، وهني في نفس الشيء،
على اساس البخار وكذا، يعني اذا في مثلا رطوبه او كذا مثلا اي حاجه داخل الخليه تطلع في الخارج. نعم، هذه الاشياء اللي سويناها، والحمد لله النحل تقريبا هذا يعني رجع تقريبا رجعت المياه الى مجاريها. لو اصور لكم داخل، تشوفون معايا الأوضاع يعني تحت السيطرة. هذه البراويز مثل ما ملاحظين معايا، طبعا النحل عند بوابة السروح، طبعا في نحل متجمع هنا تحت هنا، بس هذا النحل راح يرجع فرمون الملكة داخل، وراح الأمور ترجع إلى وضعها الطبيعي. طبعا هذه البراويز راح تخلص منها اول ما تطلع الحضانه هذه اللي موجوده راح تخلص منها. طبعا هذا خلال بكره ان شاء الله، بكره راح ينبني هذا ينمط البرواز هذا. طبعا انا اسف راح اوقف التسجيل لان النحل شويه هايج يعني، ف خلاص تقريبا وضحت الصوره يعني. تمام، الله يعطيكم الصحه والعافيه، ونشوفكم ان شاء الله في تسجيل آخر. رجاء إذا أعجبكم المقطع لا تنسون تنشرونه مع أصحابكم وأحبائكم اللي يحبون هذا المجال. تحياتي للجميع، والله يعطيكم الصحة والعافية، في أمان الله.